الخوف لابد نخاف من الله سبحانه وتعالى. نعظم الله سبحانه وتعالى ولا نخاف من أحد كخوفنا من الله. لا يمكن أن نخاف من أصحاب القبور، نخاف من الجن لا يمكن. كالخوف من الله لا يمكن أن تخاف من الجن كالخوف من الله، لكن في خوف طبيعي جائز هذا يحصل من الناس. قال هذا أنا أخاف من اللصوص، أخاف من الأسد، أخاف من النار، أخاف من الجن، لكن لا أعبدهم. ماذا تصنع إذا خفت من الجن؟ قال أقرأ القرآن، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبعد عن الجن. نعم، إذن هذا خوف طبيعي، لكن إذا كان إنسان يخاف من الجن يعبدهم ويذبح إليهم ويتقرب إليهم ويدعوهم ويستعيذ بهم، هذا شرك أكبر. ataliko umuntu uramutse utinya majini ukavuga uterekanya bagire atazagira ijyo nkoraho rekanya sabere rekanya senge ngire gute atyo nishimye.